لحضور حفل تقديم دليل تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا اللقاء يأتي في سياق تقديم دليل عملي حول تقنية البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تم إعداده وفق مقاربة تشاركية برئاسة النيابة العامة والإجهزة الأمنية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة مراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي. والغاية من هذا الدليل هو التفاعل مع توصيات مجموعة العمل المالي الكافي بالنظر لما تشكل هذه الجرائم من خطر حقيقي للأمن الاقتصادي الوطني والدولي. وهذا الدليل سيشكل إطار مرجعي استرشادي لقضاة النيابة العامة وكذا الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون من أجل تملك المعايير الدولية في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم. وأعتقد بأن الغاية من هذا الدليل هي أيضا تعزيز القدرات المهنية لهذه الفئات وكذلك تعزيز المنظومة القانونية والإجرائية لبلادنا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك حتى تستطيع بلادنا الخروج من القوائم السلبية لهذه المجموعة. أعتقد بأن الزيارة المرتقبة للخبراء مجموعات العمل المالي بلادنا في إطار مقاربة تشاركية وبتنسيق مع كافة القطاعات المعنية ولرئاسة النيابة العامة جزء منها، قاموا بمجهودات عديدة من أجل تفاعل مع كافة التوصيات التي أصدرتها لجنة مجموعات العمل المالي. وأعتقد بأن اليوم الدليل ينضاف إلى خطوات أخرى قامت بها أيضا جهات أخرى معنية في بلادنا من أجل أن تساهم جميعها في الخروج من هذه القوائم السلبية. هذا اللقاء الذي انعقد اليوم كان مخصصا لتقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أعدته رئاسة النيابة العامة بتعاون وتنسيق مع جميع المتدخلين. طبعا هذا الدليل يندرج في إطار تفعيل وتنزيل توصيات مجموعات العمل المالي وكذا برنامج العمل الذي التزمت به بلادنا مع مجموعات العمل المالي، كما يأتي في سياق خاص يتميز بالتحضير للزيارة الميدانية التي يعتزم خبراء المجموعة القيام بها لبلادنا خلال شهر يناير. بطبيعة الحال هذه الزيارة تعتبر مؤشر إيجابي في حد ذاتها على أن بلادنا قد استكملت جميع محاور خطة العمل التي التزمت بها مع مجموعة العمل المالي في الأجل المحددة. إذن كما ذكرت، هذا الدليل سيمكن من توحيد طريقة اشتغال ضباط الشرطة القضائية في مجال البحث والتحقيق المالي الموازي، كما سيمكن بلادنا من استجابة لمتطلبات مجموعة العمل المالي ذات الصلة. دليل خدمات أو دليل تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو وثيقة تجمع المقتضيات القانونية الوطنية والدولية وتجمع الممارسات الجيدة المستخلصة من عمل أجهزة البحث والتحقيق ببلادنا. الهدف من الدليل هو توحيد عمل أجهزة البحث والتحقيق وجعل عمل هذه الأجهزة متطابق مع معايير مجموعة العمل المالي، لأنه كما تعلمون فبلادنا شأنها شأن باقي الدول تخضع لتقييم الدوري من طرف مجموعة العمل المالي، ولا بد بذلك أن يكون عمل أجهزة البحث والتحقيق متطابق مع هذه المعايير. إذن هذا هو الهدف الأول، هو ملائمة عمل النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية مع معايير مجموعة العمل المالي. الهدف الثاني هو جعل هذه الوثيقة بمثابة دليل استرشادي لكل مبتدئ من قضاة النيابة العامة أو ضباط الشرطة القضائية، بحيث إذا كان مبتدئا في هذا النوع من الجرائم سيجد الأرضية الأولية لإنجاز أبحاثه وفقا للمعايير وفقا للممارسات الجيدة في هذا الإطار. هذه الوثيقة تم إنجازها في إطار مقاربة تشاركية ساهمت فيها رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي. إذن هي وثيقة لتدوين الممارسات والدروس المستخلصة والقانون الوطني، وهي أيضا وثيقة توجيهية لجميع الممارسين في هذا المجال. هذا الدليل الذي يأتي في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي الكافي التي تحث الدول على إعداد أدلة استرشادية لفائدة أجهزة إنفاذ القانون في الجوانب المرتبطة بالبحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.